بقى احنا شاركنا اهالينا الطيبين في النوبة، عملنا هم عملوا ماراثون رياضي علشان يخلقوا حالة من التسامح والترابط بين شباب النوبة، وعلشان كمان الماراثون ده يكون بغرض محاربة المخدرات. شارك في الماراثون ده كل العائلات النوبية من مصر وأسوان حتى الإسكندرية، وبرنامج أمنية مصرية حب إن هو يشارك أهله في النوبة. فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية، ابقوا معنا. قبل العيد بيومين جات لنا الفكرة، واحنا عملناها في ايه، حب مصر. هي الفكرة كلها جات لنا في حب مصر للتسامح، ولا عشان خاطر يعني برضو عدم انتشار المخدرات في منطقة النوبة، وبرضو لقينا الشباب لازم يبقى في وقفة مع الشباب، وقفة صح. الخطوة دي هي البداية ومش هتنتهي مع شركة البلد، هي البداية للنوبة وهي البداية مع الشباب ومش هتنتهي. الحمد لله هي لاقت قبول كويس جدا، بس هي كانت الوقت كان ضيق شوية فما تعملتلاش دعاية كويسة، بس في آخر وقت وعلى قد ما قدرنا والناس كلها استجابت والقرى كلها استجابت وحضرت، يعني الحمد لله. بنلهي الشباب وبنخلي الشباب يستثمر وقته في حاجات مفيدة في الرياضة، بنعبر دايما في لقاءاتنا الجميلة في حبنا وانتمائنا وولائنا لمصر العظيمة، اللي احنا طبعا بنعتبر يعني شريحة في بلدنا العظيمة مصر، بلدنا الحبيبة. فريق جميلة بتجمع الناس ودي حاجة طبعا نتمنى يكون أول مرة في حياتنا، ويعني يا رب يديم علينا النعم إن شاء الله بإذن الله. يعني شيء عظيم ونحن كنا بنشجع، يا ريت في كل بقعة من بقاع مصر يبقى في حاجة زي كده، فالنوبة في حب مصر ده شيء عظيم، وإحنا كلنا بنشكر الأخوة القائمين على هذا الاحتفالية وعلى هذا الماراثون. بطلة جميلة طبعا، نتمنى ليها تكون كل يوم. أهلا بكم في النوبة وإن شاء الله كل سنة تيجوا تنورونا إن شاء الله. النوبة شعب مصر كله شعب طيب، بس شعب النوبة هو الشعب الأمين جدا، المحترم جدا، اللي أي حد مجرد ما يقابل حد من النوبة يعرف إن هم دول رجال مصر أصحاب الأصول المتمسكين بها للنهاردة. إحنا نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا.